إذن دخلت عملية طوفان الأقصى يومها الثالث في وقت قال فيه القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس خالد مشعل إن حركته هي من ستحدد قواعد الحرب، مضيفا في تدوينة على منصة إكس إن قواعد اللعبة تغيرت. يأتي هذا فيما صعدت قوات الاحتلال الصهيوني من عدوانها على قطاع غزة مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية بالسلاح الفوسفوري المحرم دوليا في غاراتها التي لم تتوقف. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم الاثنين عن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 560 من المدنيين، بينهم 91 طفلا و 61 امرأة جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ بدء معركة طوفان الأقصى، إضافة إلى أكثر من 2900 جريح. كما سقط ما لا يقل عن 50 شهيدا في قصف للكيان الصهيوني على سوق في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. هذا وشنت قوة الاحتلال عبر الجو والبر والبحر مئات الغارات على المنازل والمنشآت المدنية كشكل من أشكال الانتقام الدموي بعد فشلها في مواجهة المقاومين، مقيعة دمارا هائلا ومئات الشهداء والجرحى. إذن وينضم معنا مراسلنا في فلسطين محمد سمرين. رحب بك محمد معنا في أخبار المنتصف. إذن عدوان صهيوني واستنفار ضد المدنيين العزل، ما آخر تطورات القصف الإسرائيلي حاليا؟ هي لكم جميعا آخر التطورات، البيان الأخير الذي أصدرته وزارة الصحة الفلسطينية قبل قليل والذي أعلن من خلاله عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية عملية طوفان الأقصى إلى 576 شهيدا. محمد حتى يتسنى لي والمشاهدين سماعك جيدا، ارجو فقط ان ترفع قليلا صوتك، تفضل. تسمعيني الان جيدا؟ نعم الان جيد، تفضل. نعم، كنت اتحدث بان عدد الشهداء الفلسطينيين ارتفع الى 576 شهيدا في الضفه الغربيه وقطاع غزه، 16 منهم في مدينة القدس ومدن الضفة الغربية خلال ال 24 ساعة الماضية. في هذه الأثناء في قاعدة زكيم العسكرية القريبة من قطاع غزة تدور اشتباكات مسلحة عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال. أيضا قبل قليل جيش الاحتلال أعلن عن تصفية خلية عسكرية اقتحمت الحدود الشمالية من جهة لبنان تجاه الشمال الفلسطيني المحتل. سبق ذلك اشتباكات بين هؤلاء المقاومين وبين جيش الاحتلال على حدود قطاع غزة. الصورة لا زالت كما هي فيما يتعلق بالمستوطنين والمستوطنات، المنطقة لا تزال خالية تماما من المستوطنين بعمق أكثر من 15 كيلومتر. أيضا الغارات الجوية لا زالت متجددة ومتواصلة على مناطق قطاع غزة، هناك إخلاء لعدد من المقرات الإعلامية التابعة لوكالات أجنبية في حي الرمال في مدينة غزة، ويبدو ذلك تمهيدا لقصفها من قبل جيش الاحتلال. حقيقة في قطاع غزة الوضع صعب جدا ويعني يفوق التصور ما يجري هناك على الأرض، حجم الدمار وحجم الضحايا وعدد الشهداء. من المتوقع أن يزيد عدد الشهداء خلال الساعات القليلة القادمة، خصوصا أننا نتحدث عن 2900 جريح، عدد كبير منهم في حال الخطر الشديد. هناك استهداف لعدد من المشافي وهذا يفاقم الأزمة الصحية الموجودة أصلا في قطاع غزة ويصعب على الطواقم الطبية تقديم العناية اللازمة. وهنا محمد يعني كما تحدثت الآن جراء هذا القصف الهستيري على المواطنين العزل من قبل العدو الصهيوني، هناك ارتفاع في عدد الشهداء وأيضا الجرحى، الوضع الإنساني حاليا تحدث أن الوضع في قطاع غزة جدا مأساوي بما يتعلق الآن بالمشافي وقدرتها الاستيعابية، أيضا يعني جراء هذا القصف على المدنيين أين يذهب السكان؟ هل هناك مراكز الإيواء؟ يعني حقيقة لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة أمام ضربات الطيران الحربي الإسرائيلي. بداية دعيني أشير إلى أن قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي يعيش بدون كهرباء بشكل كامل بعد قطع الاحتلال الكهرباء عن قطاع غزة، بدون وقود، بدون مواد غذائية، جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة مغلقة بشكل كامل، لا مساعدات إنسانية، لا أدوية ولا شيء يعني يدخل في هذه الأثناء إلى قطاع غزة. لا يوجد ملاجئ، لا يوجد أماكن آمنة. الاحتلال يحاول أن يظهر بصورة إنسانية من خلال الاتصال بأصحاب بعض المنازل لإخلائها قبل
قصفها، لكن حقيقة لا مكان يذهب إليه أصحاب هذه المنازل. هناك عائلات كاملة باتت في الشوارع، عائلات محفوظة تمكنت من الوصول إلى بعض المدارس والمساجد في المناطق التي تعرضت للقصف، لكن هذه الأماكن بطبيعة الحال هي أماكن ليست آمنة. في أي لحظة ممكن تعرض هذه الأماكن لقصف جديد من قبل الاحتلال. هناك مناشدات تخرج في هذه الأثناء من قطاع غزة لتدخل دولي لربما لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في قطاع غزة، خصوصا أمام الضربات العشوائية التي يتعرض صحيح هناك ضربات عشوائية تستهدف المدنيين كما ذكرت محمد، وأنت تؤكد يعني الكهرباء مقطعة وأيضا لا وقود حاليا في غزة، والوضع الإنساني جدا صعب في هذه المناطق جراء قصف العدو. محمد، بما يتعلق برد المقاومة على هذا القصف الهستيري على المدنيين من قبل المقاومة، كيف يترد المقاومة؟ يعني حقيقة رد المقاومة سابق لجرائم الاحتلال، ورد المقاومة لازال قائما حتى هذه اللحظة. كما قلت في البداية في قاعدة زيكين هناك اشتباكات مسلحة، هناك عشرات المقاومين، وهذا ما يتداوله الإعلام الإسرائيلي أن هناك عشرات المقاومين لازالوا موجودين داخل الأراضي المحتلة، وهم بمثابة قنابل موقوتة لهذا الاحتلال. يعني في أي لحظة سيكون هناك عملية اشتباك وعملية إطلاق نار جديدة في أماكن لا يتوقعها الاحتلال. منذ اللحظة الأولى لعملية طوفان الأقصى ووصول المقاومين إلى الداخل المحتل، نجح كثير من المقاومين في التحصن في أماكن في الداخل المحتل، بعضهم تنقل بمركبات تابعة للاحتلال ووصل إلى أماكن أعمق من مناطق غلاف غزة. من المبكر الحديث عن حجم رد المقاومة، عن حجم خسائر الاحتلال النهائية والتي ارتفعت طوال هذا اليوم إلى 800 قتيل وهي لازالت مرشحة للتزايد، وذلك بسبب ما قلناه قبل قليل بأن هناك مقاومون موجودون داخل الأراضي المحتلة لم يستطع الاحتلال الوصول إليهم حتى هذه اللحظة، أو معرفة عددهم أو معرفة أماكن تواجدهم وما يحملونه من سلاح، خصوصا بعد تمكن عدد كبير من المقاومين من السيطرة على الأسلحة. دعيني أشير إلى نقطة مهمة جدا، أن معظم المناطق المتاخمة لقطاع غزة هي معسكرات تابعة لجيش الاحتلال، وهذا لربما سهل عملية الحصول على أسلحة وذخائر من قبل المقاومين. نعم، شكرا على كل هذه المعلومات مراسلنا في فلسطين محمد سمري، شكرا جزيلا لانضمامك معنا.